بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ كان الشيخ البنا بطيء في التلاوة لدرجة أنه لو عملنا مقارنة بينه وبين أي قارئ نلاحظ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ مصطفى إسماعيل سيقولها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حسبناها سنجدها 4 ثواني. الشيخ محمود علي البنا: بسم الله الرحمن الرحيم. كل حرف أخذ حقه ومستحقه. يمهد بقرار البيات بعملقة بصوت راكز متميز يصعد للرابعة قرار الرصد. وهنا أتحف الكل بجملته الشهيرة التي أخذها منه الكثيرون، هذه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وتشعر أنه يسأل بناها. وقف مشبع لأنه انتهى السؤال. هذا هو التمكن. كيف يستخدم القفلة؟ كيف يستخدم الجملة النغمية؟ كيف يصور كلمات القرآن بنغمة؟ حتى الرجل البسيط الذي لم يكن فهما لمفردات اللغة العربية نجد أنه يفهم من خلال أداء هذا القارئ المتميز. حقا صوت تقشعر له الأبدان.